لكم الاخوات، نهاركم مبروك. نتمنى ان شاء الله نلقاكم الفيديو ديالي كلكم على خير. اليوم ان شاء الله جينا نخدموا مع بعضياتنا هاد المقبطات ديال الشعر او فيليلات او مشابك للبنيات، ونتمنى ان شاء الله يكون موسم دراسي موفق للجميع. دابا غنبداو على بركه الله. غادي نحتاج هاد المقبطات هادو في اي لون كان عندكم هاد المقبطات، وغادي نخدم بالكروشي النمرة 1.75، وغادي نحتاجو الصوف اللي بغينا، يعني الألوان اللي بغينا، جوج تلوينات. قدروا بحال هاد الفراشات، أنا لصقتهم هنا بالخيط والإبرة كيفما غتشوفو معايا في الفيديو. ممكن أنكم تلصقوهم بداك مسدس الشمع أو أنكم تلصقوهم بلصاق عادي. ودابا نبداو على بركة الله. دابا بسم الله على بركة الله، أول حاجة غادي نبداو نخدموها هي هاد الفراشة هادي. غادي نحتاج أول شيء غادي نخدم خمسة ديال السلاسل، ندير واحد خمسة سلسلات، جوج ثلاثة أربعة خمسة. من بعد غادي نمشي لأول سلسلة وغادي ندخل فيها بمنزلقة بالطريقة. غادي نطلع ثلاثة ديال السلاسل كيعاودو لي العمود الأول. من بعد هاد الخيط هذا غادي ندي معايا نخفيه، غادي ندخل وسط هاد السلاسل وغادي نشتغل العمود الاول. من بعد غادي ندير جوج سلسلات وغادي نرجع لهاد الفراغ داخل الدائره، غادي نشتغل جوج الاعمده، العمود الاول والعمود الثاني. عفوا، من بعد غادي ندير جوج ديال السلسلات ونشتغل جوج الاعمده، يعني الدائره كامله غتمشي بجوج الاعمده جوج السلاسل حتى نحصل على 8 ديال الفراغات ديال السلاسل. جوج ديال السلسلات ونشتغل جوج ديال الاعمده، غنكمل انا بهذه الطريقه حتى نحصل على 8 ديال الفراغات ديال جوج ديال السلاسل. كيف ما كتشوفوا معايا دابا انا درت 7 ديال الفراغات ديال جوج السلاسل، اخر فراغ ديال جوج السلاسل غادي نخدمه مع هاد ثلاثه السلاسل الاولين، نشد في ثالث سلسله بمنزلقه ونحكم بسلسله بالطريقه، نخلي شويه ديال الخيط باش نخفيه ونقطع الخيط ديالي. هاد الخيط اللي لتحت انا راه حكمته، يعني اللي خدمت به تقريبا الدائره كامله وانا غادا به، غادي نقطعو صافي. هذا هو قلب ديال هاد الفراشه. دابا غنغيروا اللون، دابا غنشتغل باللون الاخر. كيفما قلت لكم البنات في يعني العديد من الفيديوهات، انا كناخذ الخيط ديالي من الوسط باش يبقى ما طيحش لكم الكوبه ديالكم وداكشي، كناخذو من الوسط. دابا غادي نمشي في هنا فين سديت اخر السلسله، غادي نمشي الوسط بين هاد اعمده بجوج، وغادي ندير نشد الخيط ديالي، نزيد ندير سلسله، غنشد هاد الخيوطه ديالي بجوج باش نخفيهم معايا. غادي ندير غنمشي دابا الفراغ ديال جوج السلاسل وغادي نشتغل ستة الاعمده، العمود الاول والعمود الثاني العمود الثالث والعمود الرابع العمود الخامس والعمود السادس. مباشرة كنمشي لهاد الفراغ بين جوج ديال الأعمدة، كندخل كندير منزلقة، كندير سلسلة وغادي نمشي لهاد الفراغ ديال جوج السلاسل، غنشتغل فيه ست، كملت ست الأعمدة ديالي. مباشرة غنمشي لبين جوج الأعمدة غادي ندير منزلقة بالطريقة. نتمنى يكون شرح واضح. من بعد كنطلع بسلسله وغادي نمشي نشتغل ستة الاعمده في الفراغ. اول حاجه غادي نقطع هذا الخيط ديالي لانني مشيت به صافي خفيته، والخيط الاول اللي بديت به بهذا اللون كذلك صافي راه تخفف الخدمه. نتوما خدامين نتوما كتفينوا الخدمه ديالكم بهذه الطريقه. غادي نمشي مباشره هنا درت السلسله، مباشره غنشتغل ستة الاعمده هنايا، العمود الاول
العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس والسادس عمود. مباشرة غادي نمشي هنا بين هاد الأعمدة غادي نشتغل منزلقة، ندير سلسلة ونرجع لهاد الفراغ ديال جوج السلاسل، نخدم ستة الأعمدة نكملهم، ندخل هنا ندير منزلقة سلسلة، نمشي للفراغ ندير ستة الأعمدة تكمليهم، ديري منزلقة هنا في بين جوج الأعمدة وفي الفراغ ستة الأعمدة، حتى ستة الأعمدة منزلقة مع سلسلة ستة الأعمدة حتى نوصلو لآخر الدائرة ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا دابا البنات، أنا كملت جميع الفراغات بستة ديال الأعمدة، دابا وصلت لآخر آخر فراغ خدمت فيه ستة ديال الأعمدة، غادي نمشي دابا بين السلاسل بين الأعمدة باش ندير المنزلقة. مباشرة غادي نخدم 10 ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 ديال السلاسل، وهاد 10 السلاسل العدد ديالهم كيختلف على حسب الصوف اللي خدمتو به. أنا خدامة دابا بالصوف على جوج، إلا خدمتو بالصوف على ثلاثة ولا الصوف رقاق من هذا ولا بكوردون، الطريقة اللي غتستعملو هي هادي، غطويو هاد هاد نقول الوردة ديالتنا، غطيو هاد الوردة ديالتنا على جوج، وغادي تجيو غدورو هاد السلاسل ديالكم من هنا بهاد الطريقة، وغادي تشوفو قداتكم 10 ديال السلاسل، ما قدكمش غادي تزيدو 10 11 12 اي عدد، انا غنزيد جوج كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نمشي هنا البلاصه فين درت المنزلقه ولكن في هذا اللون هذا، وغادي ندير منزلقه، غادي نشبك هاد السلسله ديالتي كامله هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. مباشره غادي ندير سلسله طائره، وغادي نقطع الخيط ديالي ولكن غنخلي فيه واحد المسافه لانني هو اللي غادي ندير به هاد الودينات هادو. صافي غادي ندير مثلا نخلي نقطع هنا بالطريقه، نتمنى يكون واضح. ودابا غادي ناخذ الابره ديالي، غادي هاد الخيط هذا حتى هو غادي نحكمه مزيان، نعاود نحكم هاد المنطقة، وغادي ندوز هاد الخيط ديالي هدا غندوزو فهاد السلاسل من التحت باش ميبانش، ونخرجو هنا في الوسط بالطريقة، نعاود مرة أخرى ندخلو من الوسط. صافي، وندير واحد جوج العقدات في كل خيط، ندير فيه عقدة على حسب المسافة اللي انا غنخلي بالطريقة، شتي معايا، نديرها كذلك في الخيط الاخر بالطريقة. عفوا دابا عقدتهم بجوج كل واحد في عقدة، صافي غنقطع، وهكذا كنكون كملت الفراشة ديالي. دابا غناخد هاد الفيلي ديالي هذا، غادي نحلو، غادي نحاول انني نحلو شويه بهذه الطريقه. صافي، ودابا غادي نبدا نغلف فيه، انا كندير واحد الدائره هنا باش نعقد بها، وغنمشي مباشره هنا ندخل الكروشي ديالي ونجر الصوف. صافي، غنبدا قدامه غرز حشو فوق هذا الفيلي، فوق هذا الحديدة ديال هاد الفيلي، تخدم واحد ثلاثة ديال الغرز أو الأربعة من هاد الجهة بالطريقة، نتوما غيكون الخدمة قريبة ليكم غتحكمو فيها، أنا مع التصوير مكنتحكمش فيها مزيان بالطريقة. نزيرو هاد الخيط الأول، ندورو هنا، وغادي نخدم واحد جوج ديال السلاسل، غنخدمو فوق منو باش نحكمو جوج سلسلات، ما بغيتوش تخدموا عليا غتخليو تخفيو بالابره. السلسله الثانيه طائره،
مباشره غادي ننتقل للجهه الثانيه. شوف هاد السلاسل هادو خليتهم ندير هاد الفراغ هذا صافي، وغادي نمشي نخدم الجهه الثانيه بحال هاد الطريقه. الشرح راه واضح في التصوير بهاد الطريقه. غنبقى خدامه حتى نغلف هاد الفيلي كامل. هنا صافي هاد الخيط هذا غير نقطع، ماشي مشكل، مبقاش خدام عليه ماشي مشكل صافي. غتكملوا بهاد الطريقه، ملي كتفوتوا هاد البارسي هادي كتولي ساهله الخدمه. حاولوا تزيروا شويه باش ما يبقاش كيبان في الفراغات في هاد الفيلين. غنوصلوا هنا غادي نخدموا بزاف ديال الغرز حشو في بلاصه واحده باش يدور لينا، باش تدور لينا الخدمه. ونبقاو غادي ندورو ونرجعو هنايا نديرو منزلقه نشدو بها. كما كتشوفوا معايا ملي وصلنا دابا لهاد المنطقه هادي كنبقاو نخدمو بهاد الطريقه فهاد الجهه حتى يبدا يبان لينا العمل كدور، الخدمه كدور يعني في نفس المكان. بزاف ديال غرز الحشو تقدر تكون ثلاثه تقدر تكون اربعه حتى تبدا تدور لينا الخدمه وما يبقاش يبان لينا الحديد. بهاد الطريقة دابا غادي الدور، يعني غديرو ثلاثة أو ربعة الغرز في نفس البلاصة هكا نتوما دايرين صافي. حتى نوصلو دابا لبداية العمل ونديرو منزلقة. من بعد ما وصلت لبداية العمل غادي نشد المنزلقة في أول غرزة كنت خدمت. بهاد الطريقة نطلع ثلاثة السلاسل، عفوا واحد جوج ثلاثة السلاسل كنعتبرهم عمود. غادي نمشي لغرزة الحشو اللي حداها غادي ندير فيها عمود. هاد المنطقة هادي غديرو فيها التزايدات بالعمود لأن هي البلاصة اللي غادي نديرو فيها هاديك، غنفيكسيو فيها ديك الفراشة. كتكون فيها شوية الخدمة مزيرة صعيبة ولكن راه غتحكمو فيها. غادي نزير شوية هاد الفيليل، غادي نسدو باش نبدا نتحكم في الخدمه ديالي. من بعد غادي نمشي لهذوك جوج السلاسل غادي ندير عمود، والسلسله الثانيه غادي ندير جوج الاعمده. غادي نمشي بالتزايد عمود جوج الاعمده حتى تبان ليا الخدمه ديالتي دارت. ندير عمود جوج الاعمده ونزيد عمود. كيف ما كتشوفوا معايا هي دارت لان هاد المنطقه هي اللي غنحطوا فيها هاد الفراشه ديالنا. من بعد غادي نمشي لغرزه الحشو اللي مورا مباشره ندير فيها غرزه حشو. وغادي نطلع ثلاثه السلاسل وغادي نرجع ورا غرزه الحشو ندير غرزه البيكو. غادي نمشي ندير غرزة حشو ونطلع ثلاثة السلاسل نرجع ورا غرزة الحشو كأنني كنشتغل غرز البيكو. نخلي غرزة هنا ونمشي ندير في الأخرى. المهم هنا غتحكمو دائما كيتحكم لكم السمك ديال الصوف هو اللي غيتحكم لكم شحال غتخليو، واش غرزة حشو ولا جوج على حسب السمك ديال الصوف. غترجعي تاني ورا غرزة الحشو ديري غرزة حشو وتشدي في الغرز اللي لتحت ثلاثه السلاسل ندير غرزه البيكو وندير غرزه حشو. قرب نتمنى يكون واضح. السلسله الاولى السلسله الثانيه السلسله الثالثه كنرجع ورا هاد غرزه الحشو هنا هنا وندير غرزه حشو مباشرة فين تحط لي الكروشي ديالي كنخدم. نطلع ثلاثة السلاسل وندير غرزة ديال البيكو ورا غرزة الحشو وندير غرزة حشو نخدم غرزة حشو. نطلع ثلاثة السلاسل ونشتغل غرزة البيكو وندور معها حتى لآخر بلاصة وندير منزلقة.
انا وصلت لاخر غرزة بيكو، كتبت السلاسل. غادي ندير غرزة حشو بهذه الطريقة. غادي نمشي مباشرة في ثلاثة ديال السلاسل اللي كنت خدمت، غادي ندير فيهم منزلق بهذه الطريقة، وغادي نزيد واحد السلسلة باش نحكم الخدمة ديالي. من بعد غادي نقطع الخيط، ولكن نقطعو شوية طويل لأنه هو اللي غنفيكسي بيه. أنا ما غاديش ندير الساق ولا مسدس الشمع، لا غادي نلصق غير هكا غنخيطها، لان كما كتعرفوا البنيات الصغار اي حاجه كانت بلصقه ولا هذا كيجروه. كنفضل انني ندير مخيط باش ما تحلش الخياطه بالطريقه. ناخذ دابا هاد الفراشه ديالي وغادي نحطها هنا. اللي غتلصق بمسدس الشمع راه غدير اللصاق هنايا وغتحط هاد الفراشه هنايا. صافي دابا غيبقى لك غتفيكسي غير بالخيط هاك من الخلف، حكميها مزيان. كنا عارفين كيف ما قلنا البنيات الصغار، واحد ربعة اولا خمسة المرات ندخلو ونخرجو في الخيط. انا مازال غادي نحكمها مزيان كما كتشوفوا معايا، راه ما كيبقاش يبان هنا في الخلف، ما كيبقاش يبان الخياطه. كي واخا تجبديها صافي كتبقى مزيان. كنتمنى ان يكون الشرح واضح، وكنتمنى انني تكون توفقت في الشرح ديال هذا الموديل هذا، وان شاء الله مازال غادي نعطيكم موديلات اخرين. وشكرا لكم وشكرا للمتابعه وشكرا للدعوه ديالكم.